اليوم أنا وقت اللي تحكي على مليعبي تقول والله مليعبي مظلوم، والله مليعبي يستحق دعوة المنتخب التونسي ما فماش، جليل القادري ظلمه، الفيديراسيون ظلمته ما كلمتوش، نورمالمون بعد المونديال ولا يقدم في مقابلات باهية في فرنسا نورمالمون يستحق دعوة مش قاعدين يعيطولو. إذا نتصور بديتو تفهموا على شكون قاعد نحكي، لهنا راني قاعد نحكي على سيف الدين الخاوي. وقت اللي تسمع المليعبي هذا ليبر نورمالمون باش تقول فما كونتراتويت باهي باش يجيو المليعبي، فما دينامو زغرب واللي قلنا راهو الفريق هذا قاعد يشارك باستمرار في الشامبيونز ليغ، وفرصه للمليعبي القيمه التسويقيه نتاعو تسوى 2 مليون اورو وعمره 28 سنه باش يمشي الفريق، خلينا نقولوا يكمل الكارير نتاعو في اوروبا. مازال صغير ما تحب ولا تكره، 28 سنه مانيش قاعد نحكي على 33 و34 و37 سنه. لكنه المليعبي يصدمني انا شخصيا ويمشي للامارات. نحب نفهم هنا بأما مقياس مشى بيه سيف الدين الخاوي للامارات، هل اليوم تحب تقنعني وتقول لي والله ماشي يضمن مستقبله؟ انا ما كنتش نتصورها منه، ما نتصورش انه ماشي باش يضمن مستقبله، رغم هوش مليعبي كان يلعب في بطولة تونس وخرج من تونس ومشى جرب حظه في الاوروب ما نجحش، ولعب في مارسي وما نجحش، لعب في كليرمون وعمل موسم ممتاز. من انا نحكي لك على الارقام نتاعو في البطوله الفرنسيه، 148 مقابله يسجل منهم 18 هدف ويعطي 9 اسيست. لهنا تستغرب تقول كيفاش يختار البطوله الخليج اللي اليوم راهو تحب ولا تكره، راهو الخليج حاجه والدوري السعودي حاجه اخرى. اما انت تختار دوري خليجي، اما انت تختار دوري اماراتي، دوري اللي ما عنده حتى فايده للمليعبي، لا وش يرجعك ليكيب ناسيونال، لا عاد خير عاد كان باش نرجعوا نلقاوه في ليكيب ناسيونال بعد ما مشى للامارات. لا انا وقتها مش باش نقول انا مظلوم، انا باش نقول وقتها يستحق بلاصه، كي تلعب في فرنسا ما عيطولكش ليكيب ناسيونال وما تمشيش، اما كي تمشي تلعب في الدوري الاماراتي تولي انت محبوب وتولي انت عندك بلاصه في ليكيب ناسيونال، وقتها لكل حادثه حديث. لكن في المقابل تحكي على مليعبي، خلينا نقولوا اللي كان يلعب في دوري استرالي متواضع الامكانيات، مش خمسة دوريات الكبرى ومش دوري الفرنسي مش لا ليغا مش الدوري الانجليزي، دوري متواضع، لكنه عمل خطوة باهية في حياته، يلقى روحه اليوم قاعد يكور في نادي يلعب في التصفيات للتشامبيونز ليغ. صحيح مش باش تقولي والله النادي هذا قاعد يشارك، هي ما لكن نقول لك راهو عمر العيوني مشي البطل الدوري السويدي اللي عنده وتكون مازال كيبيعو الشيفيلد، معناها خلينا نقولوا اللي الدوري هذي راهو بوابه للدوريات الكبرى. وقت يكون المليعبي عنده طموحات، وقت يكون المليعبي عنده اوبجيكتيف في الكوره، مش يجي اوفر من عرش انا من الامارات يمشي يجري وريقته تسيل، لا الحاجات هذم انا شخصيا ما نحبذهمش وما ندفعش عليهم كافكار. وراني لما نلقى ملاعبي يختار الدوريات هذيك ويخلي الدوريات الأوروبية راني أنا شخصيا ما عادش نتحدث عليه. نكملوا مع الملاعبية وباش نختموا لهنا مع الملاعبية، ولهنا باش نحكيو على حنا بعل المجبري اللي حنا بعل فما برشا أخبار سارة وأخبار تفرح عليه. اليوم كي تسمع تينهاج معني يحطوا في الليستة اللي باش تخوض التربص التحذيري الأولاني، حاجة أكيد تفرحنا كتوينسة، اليوم تخليك أنت مقتنعة بحنا بعل المجبري ينجم يقلع بلاصتو في الليسته نتاع 26 ملاعبي اللي يكونوا موجودين في مانشستر يونايتد. ونقطه بخصوص الملاعبي اللي سمعنا برشا حديث والملاعبي فاند كونترا وماذا به يبيعوا توا خير من اللي يخليه وما ينجمش يخلي ملاعبي فاند كونترا والكونترا نتاعو يوفا في جوان 2024، نقول لكم راه الكونترا نتاعو في جوان 2026، معناها راه الحاجه هذه غالطه. نكملوا مع الملاعبي اللي اليوم فما تقارير انجليزيه تقول لك اللي حنا باع المجبري باش يخوض اول لقاء ليه غدوه ان شاء الله ضد ليدز يونايتد، ليدز يونايتد اللي طاح للتشامبيونشيب، مقابله خلينا نقولوا في المتناول حنا بعل المجبري، الكره عندك توا ما تنجم كان تقلع بلاستك وتثبت انك انت تستحق، خرجت اعاره رجعت توا للفريق خويا قلع بلاستك، ما عندكش حتى عذر وما عندكش علاش باش ما توريش اداء ممتاز، يا اما توري للجماهير ولي انا شخصيا وللمنتقدين ولتينهاج والجماهير مانشستر يونايتد انك تستحق تكون موجود في تشكيلة مانشستر، وإلا توري اللي أنت مازلت تستحق فترة إعارة أخرى باش تزيد تنضج فيها تكتيكيا وفنيا وخاصة على المستوى البدني باش نجمو نشوفوك تكون موجود في التشكيلة الأساسية. راهو همنا مش موجود في 26 ملاعبي، شنو نعمل بيك وقت اللي تكون في مانشستر وتكون بناك وما تلعبش وتلعب في دقيقة ودقيقتين؟
انا حاجتي بيك تكور اساسي وحاجتي بيك تقلع بلاستيك. هذا فيما يخص الملاعبيه. نتعديو توا باش نحكيو على التصفيات. قبل كانوا فما 5 منتخبات من افريقيا يمشيو الى كاس العالم، توا ولينا نحكيو على 9. لكن 5 هذه كيفاش كانوا يمشيو؟ كانوا يصيروا 10 مجموعات، كل مجموعه فيها 4، والمترأس من كل مجموعه باش يلعبوا مباراه فاصله تكون معناها حديد في حديد، باش نلقاو 5 قويين ضد 5 قويين وباش يتعديو منهم الاقوى. والحمد لله المنتخب الوطني التونسي كان من السباق من المنتخبات اللي تتعدى لكأس العالم. ماهوش فيه احنا عندنا باش نمشيو لكأس العالم، تقريبا 6 مرات مشينا لكأس العالم، لكن مازلنا لازم نعملوا ديزوبجيكتيف في كأس العالم، لازم نعملوا اهداف. لان يعني مش نقول لك راه والله مجموعه سهله والمنتخب ينجم يتعدى، لكن خلينا نقولوا انه في متناول منتخبنا. زاد انا اليوم ما نجمش نقزم المنتخب التونسي وقت اللي نلقاه معناه من التوب 4، نلقى المنتخب التونسي الثالث افريقيا. نجي انا اليوم نحكي نقول بالك نترشحوا بالك ما نترشحش، ليه؟ بقدره ربي ان شاء الله باش نترشحوا. نذكر كيفاش باش تكون التقسيم هذا، باش يكونوا 9 مجموعات فيهم 6 منتخبات، واللي باش يكمل الاول من كل مجموعه باش يتعدى اوتوماتيكمون الكاس العالم اللي باش يكون ان شاء الله في 2026. الفريق العاشر لهنا باش يكونوا خلينا نقولوا باش يختاروا احسن 4 من 9 مجموعات بالطبيعه باش يكونوا في المركز الثاني، وباش يلعبوا مقابله نتاع براج باش تكون فيها مباراه نتاع ديومي فينال وباش تكون فيها مباراه فينال، ومن بعد الفينال هذاك باش يلعب زادا مع قاره اخرى، وباش تكون خلينا نقولوا مقابله فاصله ما بين 2 قارات وباش يصعد منهم 1. هذا فيما يخص طريقه القرعه. لكن خلينا نحكيو على التاجيل اللي نورمالمون كانت القرعه باش تصير غدوه. الكاف يهبط بيان رسمي اليوم يقول لك راه القرعه باش تكون ان شاء الله بعد غدوه، معناها نحكيو على 13 جويليا، وباش تكون زاده في الكوت ديفوار. واكيد باش نتعرفوا على المنافسين نتاع المنتخب الوطني التونسي، خلينا نقولوا 5 المنافسين، وان شاء الله حظ موفق للمنتخب التونسي. بروبوزيسيون منا ان شاء الله باش نقراوها لكم. خلينا نقولوا المجموعه الاصعب للمنتخب الوطني التونسي والمجموعه الاسهل. اذا كان باش نحكيوا على الاصعب باش تكون متواجده فيها تونس وغانا وغينيا الاستوائيه اللي اكيد نعرفوه المنتخب هذا، وغامبيا والتوغو وبوتسوانا. بالنسبة للمجموعة الأسهل يكون المنتخب الوطني التونسي معاه أوغندا وموريتانيا والملاوي، وإن شاء الله حظ موفق المنتخب التونسي في القرعة هذه، وإن شاء الله نتيحوا في مجموعة سهلة تخول لنا إن شاء الله بقدرة ربي المشاركة الثالثة على التوالي في المونديال. حظ موفق المنتخب الوطني التونسي. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، نتلقاو في موعد جديد.